ولدي مشي في الساقي حاصروني داروا به من الجهات الاربعه ويكسر اليد اللي ما ضربتش حرقوا المراكز وصلت انا نسكر على ولدي بالمفتاح ونخرج شدوا فيها ثلاثه ولا انا صحولي على كلام ما قلتوش جمله اعتداء على املك الدوله وضايع ملك دوله وفيه التولطان وفيه العشرين عام وخمسه وعشرين عام اسكروت انا باش ندخل عليه خمسه وعشرين عام حبس أنا قلت لك ولدو كي يجي يقضي ما عندي نشوفه ونحس بالذنب يجي لك مرتك قدامك يقول لك مرتك هذه مش تغتصبوها لك في ديسمبر 2012 صارت عركة بين زوز أشخاص على البحر في منطقة الشابة التابعة لولاية المهدية عركة كانت تنجم توفى وقت هرب واحد من زوز أشخاص اللي كانوا يتعاركوا لمنطقة الأمن لكن الحكاية تطورت ولت حرق وتكسير واحتجاجات كبيرة خرجت فيها الشابة الكل تقريبا وقتها أنا كنت نخدم في الرستوران في جنب المركز مع الأربعة ونص على العشية كاكا صارت حظبة بدأت بشوية بشوية تكبر 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 حتى الوين صارت تقريبا 8 متاع الليل كاكا صار برشا حاكم وجات عزيز من المهدية جاء الحاكم وهز واحد مجموعة هذو مغضبنية شوابية حاشتهم بيه وهزوا للمركز يا اخي خلطوا عليه شوابيه حبوا يطلعوا الشرطه ما حبتش تطلع بيان سور الوغ الشوابيه عملوا شوشره ولقاو الكهرباء لبرا وبداو يشعلوا كل منا وبدات الكيكه معنا شابه كامله خرجت الوليد الكل خرجوا حتى من نساء خرجت عديت الكياس العادي وصلت من غاديك وين مركز الحرس نشوف في من البعيد برشا عباد مع عباد مخلط معناتها ما نعرفش معناتها عباد برشا فهمت برشا أنا حتى الماضي ساعة متاع الليل حاجة كما هكا باش فضت الواحد للعرق باش يعرف الأمن شكون المسؤول على اللي صار من أعمال العنف والتخريب والحرق اللي صارت في المنطقة قاموا بحملة أمنية لموا فيها برشا عبيد رس قدام الحانوت وشاد تاريخي مروح للدار اللحظة ذي كما نساهاش لي تخريب 8-9 كرات معناتها عبارة إنسان مش عارف حتى إنسان ملغم روحه في اللحظة ذي كما يصلش يتحصر بالطريقة ذيك حاصروني داروا بيه من الجهات الأربعة ويكسر اليد اللي ما ضربتش ما بين العشرة ونص النهار فرقت الجرجاني والجيش جواني الحانوت انت فلان الفلاني انا نزوني معاه ثلاث ايام ولا اربع ايام معناها الاربع بريسك بتاع الصباح حبتوا لي اربع كراهب بتاع الامن اخويا عليه فخ بهم قال لي فخت بالكراب كي بداو يتزرستوا معنا اهرب عنا شباك من تالي اهرب ونقز من تالي معنا ومن وقتها احنا سمعنا قال لي خويا علاء مجبوط في القضية هذية الشرطة ما تمكنتش باش تشد علاء الدين رغم اللي عائلته تأكد اللي هو ما كانش موجود وقت الحادثة وما عندوش حتى علم باللي صار علاء ولدي شوي لمات بالفجعة قعد تقريب شهرين وهو مسكين حالته معنا لا تطاق معنا ولدي مفجوعة مش نورمال كارثة راهي كارثة كبيرة صارت طنة ديجا هو أخوي مش موجود ليلتها غادي جملة موجود مع زوز أصحابه علاء الدين بقى هارب تقريبا شهرين قبل ما يتم القبض عليه شهرين كانوا من أصعب الأشهر عليه وعلى عائلته اللي حياتهم تقلبت جرة المشكلة هذه كنت أنا نمشي له بالسرقه نخرج له بالليل بار اكزومبل ولا العشيه ماخر نبدا نمشي ونغزو راي باش ما فماش حد يتبع فيا ولا يراقب فيا ولا حاجه وبيان نكلم هذه المراه اللي قد عندها الله يرحم والديها نكلمها بالتليفون بيان سور ما نطلبوش على نمرو نكلمها هي بالتليفون نتمنى عليه وتعديه لي ونحكي معها فهمت تمرمد 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 كيما حب عائلتنا كلها تدهورت حالتنا بالحق ماناش عايشين معناها عايشين هكاك كيفاش تحب عائله كل تشت ليل تلا جاي ودوش في الدار ليل تلا هو كي جاي خارج تشد معنا على البلاصه ودجا كانوا يستناو فيه وقت شي هبط للدار الشبهه انحصرت في ثلاثه اشخاص عائلات المتهمين اللي قابلناهم اكدوا اللي اولادهم ما همش اصحاب سوابق وما عندهم حتى مشكله مع حتى حد صراحه ما عندوش هكا المشاكل ما يعملش مشاكل ولدي عاقل برشا معناها ديجا اول مره وقتها يدخل الحبس ما عندوش سوابق عاديه في حد شيء ما يجبد حد بيكلم حد يدور بساحه حد ديجا اخويا اصلا حتى كير الحاكم يخاف منه تقدموا لك البلاد كامله ويشدوا شنو اي واحد اللي يعرضك في البلاد نتذكر شفت تصويره من تصوره شاد العلم تاع تونس يبص فيه ما عنده حتى شيء قبل حتى ما يمشي للمركز الشرطه يقول لي بابا برا مشي اعمل لي الورقه اعمل لي الحاجه
في مركز الإيقاف الموقوفين الكل تعرضوا لبرشا عنف وضربوا سبين من قبل أعوان الأمن اللي حاولوا إنهم يفتكوا منهم الأجوبة ولو بالقوة وخلوهم يصحوا على أقوال ما قالوهاش. ناس كلك لا تريح عمك لا واش تريح كليتهم منين معناتها جميع الأوصاف وجميع الضرب اللي متوقعهاش في بالك أنا شفتها بالبورتكا الضرب بالكف ضرب بالبونية ضرب على كتفي كتفي خلعوهولي حطونا في بيت واقفين كل مرة يبرح الواحد يسألوه قبل ما نطلع للتحقيق معنت أنا صحولي على كلام ما قلتوش جملة وكيف صح علي أنت كلام يجيب لك مرتك قدامك يقول لك مرتك هذه مش تختصبوها لك حرقت المركز ده حرقوا لك دارك السيجار ويتكيفوا فيه وأنا فهمتي ولا على القاع ركاي بيدي التالي يتكيف السيجار وينفض فيه فوق مني تصور شي أنت واحد يدخل حبس ما يسمعوهوش ما يستنطقوهوش ما يبحثوهوش تخلي كيك ما سمعوهوش في حتى كلمة ما يستنطقوهوش. المتهمين الثلاثة تحكموا في المرحلة الأولى بتسعة شهور حبس وبعد الاستئناف طاح الحكم ثلاثة شهور وتم الإفراج عليهم وبعد تحكموا بعدم سماع الدعوة. الحكم هذا فرح المتهمين وعائلاتهم اللي كانوا يظنوا اللي المشكلة وفات طومتي حرقان مركز الشرطة وطومتي فهمتني إثارة الهرج والهيجان ومشاركة في وفاق وتكوين جمع مسلح. شنو هو جمع مسلح؟ بعد تالي تحكم يعدي تسعة شهور حبس. أنا تسعة شهور موقوف عام ضربات جوع بعد ما عاد يعد تسعة شهور حبس تحكم بعد ما سمع الدعوة وما حكم عليه غيابي تسعة شهور ونص عملنا له استئناف أهبط لستة شهور ونص وبعدين هو مع سيرته باهي وأول مرة ولدي يدخل الحبس عطاوه سماح الدعوة. الشيء اللي ما كان حتى حد قريله حساباته إنه المحكمة تعقب الحكم وثلاثة متهمين يتحكموا بخمس سنين حبس. الخبر هذا صدم المتهمين وعائلاتهم وخليهم مش عارفين شنو يعملوا. نفسنا الحمد لله يا ربي خرجنا للشارع الناس كل فرحانة جرائد كتبت عليا بعد عامين الوكالة العامة للقضاء تعاود تعقب لي كلمنا المحامي قال راهو كنت ولا تحكمته بخمس سنين في الاستئناف حكم باطل. علاء الدين بعد ما سمع الحكم هذا هرب وبقى عام كامل ريشيرشي عائلته عاودت عاشت الرعب مرة أخرى معاه والخوف حتى تم القبض عليه في ليلة من الليالي. خويا علاء قعد بعد عام كامل باش تشد بريسك بيان سور رجعنا التالي بالكل كيما كنا قبل رجع هارب رجع على عصابه خويا مين يخرج ما تروش في النهار جملة عام كامل ما تروش في النهار الشرطة شدت كان علاء وماتت فما الليلة حبي حجم شعره مشى حجم في شعره بريسك العشرة متاع الليل هو مازال كهبط الحجام وقف في السكوتر وكلش عليه كرهت الشرطة السنة فيه هو مازال كهبط الشرطة جاته كانت عنده فرصة باش يهرب راهو منها مي هو خال يزي تعبت وقدم روحي وصفي وضعيتي. التهمة اللي ثبتت على المتهمين الثلاثة كانت مبنية على اعتراف شخص واحد وهو طفل صغير عمره 18 سنة يخدم في ريستوران بحذا المركز. الشخص هذا هو عاطف زقيدان اللي أكد لنا اللي أقواله الكل تخذت منه تحت الضرب والتهديد. وما جبدوا حتى واحد ولدي لا رواه شرطة لا رواه معناها لا صوره بالكاميرا لا رواه معناها إلا عاطف زقيدان. السيد هذا مشيت قلت له بالساعتين تاع القايلة نفطر عنده على خاطر مرتي تخدم. وقت النهار الأول وقت اللي جبت جابوه وخلوني مش فما إنسان مش نهبتوك ليلو وتمشيش تنكر تقول لا مش هو تفكر إنه خوفوني وقتها. السيد كي جابوهولي باش يكافحني أنا يعني يقبلوني للحيط يضربوا فيا ويقبلوني للحيط ويقولوا له هذا تعرفوا أنا باش نحكي معاه كلمة نقوله بجاه ربي يا عاد أنا ريتني يضربوني ما يخلونيش نحكي كسكروت أنا باش ندخل عليه 25 عام حبس. إنسان 18 عام صغير ما يعرفش حتى كيفاش يحكي بداو يحكي والي راهو اعتداء على أملك الدولة وضايم ملك الدولة وفيه التولطون وفيه 20 عام و25 عام. الشاهد الوحيد في القضية تراجع على أقواله وكتب ورقة عند محامي وحب يحضر حتى مع المتهمين في المحكمة إذا لزم الأمر. وأنا حبيت راني عاد يكون موجود راهو حبيت خاطر هو الشاهد الوحيد على خويا من المحامي متاعي خلي له الورقة عملناها تكفي وكافية ويزي وترى شنو. عاطف زقيدان معناها شهد من ضغط الضرب اللي هو علاء الدين الشريف موجود معانا وعاطف زقيدان عمل لي إسقاط وتراجع بالأقوال. تراجع عاطف زقيدان على أقواله ما كانتش حجة بالغة وما اعتمدتهاش المحكمة على هذاك تأيد الحكم بخمس سنين ضد المتهمين الثلاثة. كانت المفاجأة أعظم أن الورقة هذه كما عملت لي حتى شيء طب هو عنده شاهد واحد لشد ضده ما جبته كان من تحت الضرب أنا ضربوني قال لي من فوق الأعصاب. في انتظار أنه ينجموا يعاودوا يفتحوا ملف القضية من جديد عائلات المتهمين لليوم عايشين في دوامة ومش عارفين كيفاش يخرجوا منها.
سؤالي طاب من سيد رئيس الدولة، معناها يتراجعوا في الملف نتاع ولدي علاء، يعطي عفو لولدي علاء على خاطر راهو علاء الدين الشريف راهو مظلوم. أنا مثلا باش نقدم ولدي نقول له برا مش يشد الحبس، علاش نبعث ولدي نحس به مظلوم؟ واستعد سلم روحي على شرط إن القضية تتعاود من جديد ويعاودوا يسمعونا. أنا ما خديتوش حقي اليوم، ما تسالش ناخذوا عند ربنا راه. مش أنا حتى صغاري. الوضع اليوم ما يطمنش، بما أنه عنا واحد في الحبس وزوز هاربين من العدالة وشاهد متراجع في أقواله. والسؤال المطروح، زعم فما أمل في أنه يعاد فتح ملف القضية من جديد؟ فماش ما يتم إنصاف المتهمين وعائلاتهم؟